السلام عليكم إخواني أعز الفلاوين، لا تنسوا الصلاة والسلام على حبيبنا رسولنا صلى الله عليه وسلم. أما بعد، إذا لقد جئتكم بفيديو قصير. اليوم نتكلم شوية على أحداث بعد تعاقد النصر مع رونالدو، ظهور قميص ميسي في متجر بيع رسمي لنادي الهلال الغريم الأول للنصر. إذا أثارت صورة لقميص الهلال المدون عليه اسم اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي، وذلك داخل أحد متاجر الهلال، حالة من الجدل حول إمكانية التعاقد مع اللاعب الأرجنتيني في ظل تعاقد نادي النصر مع كريستيانو رونالدو. وأبانت الصورة قميص باللون الأزرق معلق إلى جانب مجموعة من القمصان ومكتوب عليه اسم ميسي. وكشفت مصادر أن أحد مشجعي النادي أحضر القميص معه وقام بتعليقه وتصويره داخل المتجر، وذلك من أجل حث إدارة النادي على أمل توقيع صفقة مع اللاعب الأرجنتيني كما فعل النصر مع كريستيانو. قولوا لي إخواني رأيكم، عن تريدون أن يذهب إلى الهلال ميسي أو يبقى في أحد البطولات الأوروبية، علما أن ولا نادي تقدم بعرض لشراء عقد ميسي، علما أنه أيضا يريد الذهاب من النادي الباريزي. خلوني تعليقاتكم، ما رأيكم به؟ إن كان في المستقبل الهلال يحب يشري زعما ميسي، هل فكرة جيدة؟ سيلتقون في دوري واحد، دوري ليس كالدورات الأوروبية. إذا نلتقي في فيديو آخر، دعموني باشتراكاتكم من فضلكم، هذا سيحفزني لنصل إلى 1000 مشترك. نلتقي في فيديو آخر، سلام.